Dana, tú vas con él. Ven. يلا يا بكات قطه الكوره كوره انا حضرتك ايوه بالظبط هتقولي كده ايه الايفكت بتاع الادرينالين على الكارديو فاسكولار سيستم كل البروبرتيز يعني هنقعد نقول واحده واحده ماشي ايه كمان تمام ده كارديو فين الفاسكولار جميل قوي ومؤثر تاثير على بلاد بريشر في الهاي دوز بيعلي الاثنين جميل دكتور بتقولي كده اسيت المره فاتت فتقول بقى كده امال ايه التاثير بتاع الادرينالين على الاستراتيجيات اللي فاتت عن طريق اسمه ايه ده؟ سيبتوني اسمه ايه يعني؟ ده اثنين وايه كمان؟ يعني دي كونديشن عن طريق الفا واحد جميل قوي دكتور اللي بص الارض ايوه دكتور حضرتك اه قول لي كده امال ايه التاثير بتاع الادرينالين على الليفر؟ بوتاسيوم ايه؟ خد تعالى بيزود بوتاسيوم مين؟ اه بيزود البوتاسيوم ايه؟ بتزعل على القوي وبعدين بقول لك مش اللي بتستعمل يعني يزود الجلوكوز طب اللي قاعدين ورا دول نسالهم ازاي؟ وهم اصلا بقى يعني كل واحده اتنفست في الكرسي بتاعها اللي هو كده والله شوفها بقى جاشه هتلاقي فجاه في راس طلع طيب صلوا على النبي احنا قلنا بعد الحصه دي كده في ساعه بس اقل من ساعه هعيد كده الريسبتور بسرعه للي ما حضرش من الاول سريع يعني اكيد مش هيبقى زي اللي حضروا ثلاث حصص على بعض يعني المهم صلوا بينا على النبي افتحوا بقى الاستعمالات بتاعه الادرينالين الناس اللي كانت حاضره الحصه اللي فاتت اللي ما كانش حاضر مش هيفهم حاجه ده اللي جايبك هنا اصلا المهم يعني بصوا يا دكاتره النبي يا دكاتره بس يا دكاتره لو كل واحد قال كلمه هتلاقي الدنيا بقت وحشه قوي فبالله عليك الصبح اهدوا بقى الله يكرمك بس صلوا على النبي اسمعوا يا دكاتره الحصه اللي فاتت كنا شرحنا الادرينالين وقلنا بيعمل ايه؟ اكشن على الريسبيراتوري واكشن على القلب واكشن ما اعرفش فين واكشن في كل داهيه عايزين نعرف بقى الاكشنز اللي قلناها دي هتستخدم في ايه؟ يعني الحصه اللي فاتت مثلا انا قلت لكم ان الادرينالين كان بيوسع الشعب وكان بيشغل القلب الحاجات اللي قلناها الحصه اللي فاتت دي صلي على النبي لما يجي يقول لك ايه اليوزز بتاعت الادرينالين يعني الادرينالين هيتاخد في ايه اليوزز ركزوا بقى معايا طبعا اسمعوا يا دكاتره هو التكييف ده مقفول لسه ايه هو انا هيتصلح المره الجايه يعني هو مقفول يا صبري انا مش شغال اصلا احنا قوي النبي اللي شغال اسمعوا يا دكاتره احنا قلنا الادرينالين بيتاخد في اسمها رجال الادرينالين استعمالات اكتب كده الادرينالين بيتاخد في الاي بي اي وبي ثلاثة ايه اي 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 وبي سريع بقى كده ايه الثلاث ايهات بسرعة اول ايه اسمها ورد اكتب عناوين وبعدين هنشرح حتى ممكن نقول بسرعة كلام كنا قلناه قبل كده اول حاجة الاي ازمة برونكيا الازمة يبقى في الازمة حسيت الصدر هنشوف دلوقتي الاي الثانية ركز انا في لاكتيك شوك هنعرف يعني ايه اكتب بس عناوين يبقى اول ايه ازمه الايه الثانيه انا في لاكتيك شوك الايه الثالثه انا سيزيا التخدير هنشوف دلوقتي برضه اكتب بس عناوين يبقى ايه ازمه ايه انا في لاكتيك شوك ايه انا سيزيا البي برونكو سبازم برونكو سبازم بس ركز بقى اعمل حاجه انا بقول لك في ايه وبي ايه الاستعمالات ازمه انا في لاكتيك انا سيزيا والبرونكو سبازم اسمعوا ورا اول حاجه تعال نشوف الازمه وحكايه البرونكوس بازم ده وده سؤال ونفس الاجابه يعني يجي في الامتحان يقول لك جيف ريزون كل واحده من اللي هقولهم دول قال جيف ريزون علل يقول لك جيف ريزون ادرينالين از يوزد ان تريتمنت اوف برونكيال ازمه بص على السبوره واللي ما كانش حاضر يسمع السؤال ده كده انا مش هقول بالتفصيل انا قلت قبل كده بس بسرعه كده احنا اتفقنا الاتي بص ده كده قلنا قبل كده البرونكيال ازمه ده واحد بيبقى الايروي بتاعه ده الطبيعي اهو ده الايروي الطبيعي الايروي الطبيعي برونكيول وادي الايبيثيليوم اهو ده المنظر وادي الايبيثيليوم قلت لك الواد ده بيبقى عنده حساسيه لحاجه
حساسيه لتراب سجاجيد، حساسيه لبعض الفيروسات ساعه ما بيتعرض للحاجه اللي هو حساس ليها. شرحت لكم قبل كده، قلت لكم بيتفرز في الجسم هيستامين، بيطلع في الجسم هيستامين. قلت لكم منين؟ وقلنا الهيستامين ده بتاع الحساسيه. انت لما يبقى عندك حساسيه جامده بتبقى مخنوق، لان الهيستامين اسمها ورا، الهيستامين بيعمل برونكو كونستريكشن. بص المنظر، هتلاقي فجاه البرونكيول قفلت، قفشت، حصل برونكو كونستريكشن اهو. وانت لما يبقى عندك حساسيه جلدك بيبقى لونه احمر. اصحى دكاتره، جلدك بيبقى احمر ليه؟ لان الهيستامين بيعمل فازو دايليتيشن، لان الهيستامين بيعمل فازو ايه؟ دايليتيشن. طيب صلوا على النبي. الفازو دايليتيشن، مع قلت لك لما يحصل فازو دايليتيشن في اي ميوكس ممبرين بنسمي ده احتقان. فازو دايليتيشن في اي ميوكس ممبرين، يعني في مناخيرك، في زورك، في عينك، بنسمي ده احتقان، كونجيشن، صح ولا ايه؟ طب صلي بينا على النبي. انا بقول لك ان البلاد فيسل موجوده تحت تحت الموكوزه، شايفين؟ يعني الموكوزه اهي، انتوا عارفين في الصاب موكوزه في بلاد فيسل. انا لسه قايل لك الهيستامين بيعمل ايه في الفيسل؟ بيوسع الفيسل، يعني بيعمل فازو دايليتيشن. ولما يحصل فازو دايليتيشن تقوم الموكوزه منفخه كده. بص، ما هي البلاد فيسل تحت الموكوزه، البلاد فيسل تحت الموكوزه، اول ما توسع بتلاقي الموكوزه تبدا تتزق، الموكوزه تنفخ، حاجه اسمها احتقان. وطبعا زي ما انتم عارفين ان الاير واي ده اهو في خليه اسمها جوبلت سيل، في خليه في الاير واي اسمها جوبلت سيل. الجوبلت سيل دي اللي بتفرز ميوكس. طب هي بتجيب ميوكس منين؟ اشوف فيكم اسبوع يا بعض. هي بتجيب ميوكس منين؟ من الدم، بتجيب ميوكس من الدم، مش كده؟ طب صلي بينا على النبي. انا بقول لك دلوقتي الهيستامين بيوسع الفيسل بعباره ان جلدك محمر. طب لما الفيسل يوسع الدم فيه، ردوا عليا، يزيد. ولما الدم يزيد فلتره الميوكس، يعني اذا في الحاله ده اهي هتلاقي فلتره الميوكس تزيد، ويبقى الميوكس عامل كده. بص المنظر اهو، هتلاقي الاير واي بقى مجدوم ميوكس، او ميوكس ميوكس ميوكس، شايفين المنظر؟ يعني من الاخر الاير واي بقى مقفول خالص. الاير واي مقفول ليه؟ يعني كباثولوجي ايه اللي قافل الاير واي؟ اوصف، اوصف كميكروسكوبيك اكزامبل. انت قدامك شريحه فيها برونكيول، برونكيول مقفوله اهي، هي مقفوله بايه؟ قلنا بالبرونكو. لا لا، ما تفتحش الباب دكتور، دكتور يا دكتور، لا افتحه. اه عيل انا اقول، ما تفتحش الباب ايه ده كلام ليش ده كده؟ والله انا محرج والله من نفس الذل اللي بتذلوه كده كل مره، والبتاع معديه والله العظيم. انا شايفها حرام، هو بحسبها اختلفت في النص. صلوا على النبي. يبقى انا بقول لك دلوقتي يا عم، انا بقول لك ده منظر الاير واي اتسد عشان فيه برونكو كونستريكشن، اتسد عشان فيه برونكو كونستريكشن وعشان ميوكس والقرف ده كله. انت فاهمني؟ حلو. دكاتره اللي ما كانش حاضر قبل كده اسمها ورا، المنظر ده هو بيجي لك الطوارئ، المنظر ده بيجي الطوارئ، هو بيجي مخنوق مش عارف ياخد نفسه، ونسمي المنظر ده اكيوت. اكيوت ده لو ما اتنحاش هيموت. امال لما كان قاعد في بيته كان اسمه ايه؟ يعني كان طبيعي؟ لا، هو مريض ازمه برضه، هو مريض ازمه بس حاليا ما عندوش اعراض، فاهمين حاجه؟ فيسموه في البيت كرونيك، يسموه في البيت كرونيك. انتوا سامعين ورا؟ حلو. طبعا في الاكيوت هيجي لك الطوارئ، واهم حاجه انا محتاج دواء يبدا يشتغل بسرعه، انا اهم حاجه محتاج دواء يشتغل بسرعه. ما انا عندي 500 دواء يعملوا برونكو دايليتيشن، بس انا عاوز اللي يشتغل في دقائق، مش انت بيموت. انتوا فاهمين حاجه؟ منجز الكلام. لما اجي اسالك الادرينالين، مش انا الحصه قبل اللي فاتت قلت لكم فيه ادرينالين واخواته اللي اسمهم كاتيكولامين، اللي بتاخده بالحقن والانهاليشن وما اعرفش ايه، وكان فيه نان كاتيكولامين بتاخده اقراص، كان فيه حاجات اقراص اورال، مش كده؟ انا هسالك في حاله الاكيوت تستخدم الادرينالين اللي بتاخد حقن ولورابيد اونست، ولا تستخدم الكورال الاقراص؟ هو جاي لك بيموت وبيتشنج وتقول له انجيل غنجيل، قله في الحبايه، قله في الحبايه، اوبس كل في شهر. صاحبني يالا بقول لك الواد بيموت ومش شايفك اصلا، تقول له القف الحبايه، حبايه اللي القفه، فاهمين حاجه؟ طبعا في الاكيوت انا محتاج دواء يشتغل ايه؟ بسرعه. منجز الكلام، اول حاجه انا بدي الادرينالين في علاج الاكيوت برونكيا الازمه. خليك دايما في الامتحان ايه؟ شكاك. يعني هو ليه قال لك، جيب اكاونت او جيب ريزن، علم انا ليه بدي ادرينالين ان اكيوت برونكيا الازمه؟ هو ما قالش برونكيا الازمه وخلاص، هو قال اكيوت برونكيا الازمه. ما اي دواء في الطب، اي دواء في الطب يقول لك انا ليه بديه في المرض الاكيوت الفلاني، تروح انت من غير ما تفكر تقول له ما دام هو مرض اكيوت يبقى اكيد الدواء ده ليه رابد اونست. لازم تبدا بالجملات، يعني اكتب كده جنب البرونكيا الازمه ان الدواء ده ليه رابد اونست، فينفع في الاكيوت.
لقيت عندك تاني استعمال. شايفين اكيوب برونكوس بازل؟ اكيوب برونكوس بازل اكتب عند اكيوب برونكيال ازمة. اكيوت برونكوس بازم عند اكيوت برونكيال ازمة. قلنا نفس نفس يعني نفس الكلام. برونكوس بازم او برونكيال ازمة نفس الباثولوجي. هتروح انت عامل ايه؟ هتقول له ليه اكيوت؟ كلمه اكيوت يبقى ليه رابط انس، يبقى ليه في الاكيوت برونكيال ازمة او في الاكيوت برونكوس بازم عشان ليه رابط انس. تمام؟ طيب بعد حكايه رابط انس ماشي يا عم، هو هيشتغل بسرعه فهيعمل ايه بقى؟ خلاص عرفت ان رابط انس هيعمل ايه بقى؟ لا ما احنا قلنا الكلام ده بقى. جابت انصت هتقول يشتغل على البيتا 2 اهو، يشتغل على البيتا 2 يقوم عامل ايه؟ برونكو دايليتيش، وينقص الهستامين ريليز، ويزود السيلياري فانكشن، زود النقص. هو مش كاتب لك طبعا اكشنز خالص على انه كتب اعرف الاكشنز، انا قصدي اكتب اجابه السؤال. يبقى لما يقولك انا ليه مدي في الاكيوت برونكوس بازم ليه؟ ليه؟ او في الاكيوت برونكيال ازمه ليه؟ هتقول له عشان بيتا 2 وبيعمل 1 2 3 وحياه ابوك لا تنسى الميكانيزم. فاكرين ميكانيزم الريسبتور؟ يعني ما تقولش بيتا 2 وبيعمل كذا، لا تقول له بيتا 2 ادينايل سايكليز سايكليك ام بي. خليك ممل اللي خدناه من حصتين. وبعد ما تخلص السطر ده تقول له 1 2 3 برونكو دايليتيشن وينقص الهستامين. طبعا بكلم اللي حضروا قبل كده، مش شاطر لسه فايقين ينزلوا دور ربنا معاهم. قلنا هينقص الهستامين وبرونكو دايليتيشن وبتاع، تمام؟ يبقى تكتب الثلاث كلمات دول بتوع البيتا 2. لسه واحده كمان صحصح يا دكاتره، مش احنا قلنا ركزوا يا دكاتره، مش قلنا البلاد فيسل المحتقنه يعني فيها فازو دايليتيشن؟ طب ما انت عارف الادرينالين بيشتغل على الالفا واحد ويعمل فازو كونستريكشن اللي بنسميها دي كونجيشن. يبقى انت كده قلت رقم واحد عشان بيتا 2 وبيعمل كذا كذا كذا. هتقول له رقم 2 عشان الفا 1 في البرونكيال فيسلز. اكتب الفا 1 في البرونكيال فيسلز. ما هي اسئله الفارما بتيجي كده، بيجي يقول لك جيب ريزون علم ومعتمد انك فاهم ومستوعب بقى الكلام من قبل كده وانت صاحب عاقل. اكتب يا اخويا الفا 1 في البرونكيال فيسلز. في البرونكيال فيسلز شد سهم وقول فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن بين قوسين كده اكتب دي كونجيشن. فازو كونستريكشن اللي بنسميها دي كونجيشن، ما تكسلش تكتب دي اسئله بتيجي. انتوا معايا؟ وحياه ابوك لا تنسى الميكانيزم. شوف كل شويه بقول لك لا تنسى الميكانيزم، يعني تقول له الفا واحد فاكرين فوسفولايبيز سي؟ فاكرين الكلام ده والله انتم بتاع الحصه اللي فاتت؟ تكتبوا الكلام ده ماشي، تكتبوا الكلام ده. انا بقول لك بس الريسبتور وبيعمل ايه وخلاص، انما انت عارف الميكانيزم. لا تنسى الميكانيزم. يبقى اول سؤال ومن اشهر الاسئله هنا يقول لك جيب ريزون. قول يا عم الباشمهندس ادرينالين اكيوب برونكيال ازمه عند برونكوس بازم ليه؟ الناس اللي عندها مشاكل في البرونكيول ياخدوا ادرينالين ليه؟ اول جمله تقول له ايه؟ سمعوا بقى ادرينالين هذا رابط انس فيتاخد في اي حاجه اكيوت. طب رقم 2 هيشتغل على بيتا 2 1 2 3 وتحط الميكانيزم الاول، والفا 1 يعمل فازو. يعني من الاخر عكس الاكشن خالص بتاع الهستامين، عكس الاكشن بتاع الهستامين. بقول لكم ايه، بما اننا قلنا هستامين وعكس اكشن الهستامين، خلينا ناخد السؤال الجيف ريزون الاشهر في الشطر مش في الدواء، اشهر كلاسيكيات الفارما، اسئله الزمن الجميل كل سنه يبقى حاجه ممله، اللي هو اول استعمال عندك انافيلاكتيك شوك. وبما اننا برضه في اول المنهج وبما ان المنهج اصلا صغير فاعرف الحاجات، افهم الله يبارك لك. شوك يعني ايه؟ انت مش خدت شوك في الفيسيولوجي؟ طب انا هسالك سؤال، هسالك انا سؤال. انت واقف في استقبال الطوارئ، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، اسمعي يا شابه اسمعي يا واقفين انت في استقبال الطوارئ؟ اه والله، اصل في ناس اللي يعني ما انتوا بتودوا الناس في داهيه كده، داخله عليك حاله يا بابا كيلو كده اهو مش فايقه اصلا، وبعدين بتشوف لها الضغط بالصلاه على النبي 60 30. الضغط ال 60 30 ده حاجه من اثنين، ده يا اما حاجه اسمها سيمبل هايبوتنشن. سيمبل هايبوتنشن اللي بيحصل في اي حد فينا بالذات البنات، تلاقي فجأة الضغط وطي من غير سبب، صوت ديبريشن او اي حاجة، ودي مش محتاجة علاج. سيمبل هايبوتنشن دي بقولك عضها ارفصها اجميها في الشارع، دي هتخف لوحدها. دي حاجة، يا اما تبقى شوك، عارف لو كانت شوك انت هتغطيها وتصوت، وهما الاتنين هيجوا ب 60 30. اسمع ورا تاني، انا بقولك انت واقف في استقبال الطوارئ، دكتور كده يا ما شاء الله يا ما شاء الله بني ادم، ودخلت عليك الولية ب 60 30. انا بقولك ده ايه هايبوتنشن عادي سيمبل هايبوتنشن، وده ايه شوك، دي على لا محلول ورميها في الشارع، ودي ده انا ممكن ادخلها عنايه واعمل معاها شغل. انا خلاص سالت من الاجابه. ما انا سالت خلاص دلوقتي، فرقهم ازاي يعني؟
اقول دي هاي بوتنشن دي سوك ادن ددددن. يلا البنت بتموت قولوا يا نهار اسود انت طاب تفكر ايه قدامك بلاك سبع فعش. في المنطقه دي كان الجو حر والله ونمنا يعني في المنطقه دي احنا مش فاكرين. هبقى الف لك نفس الكيس بلاستيك وخدني معاك في الاستقبال. يلا يا عم خلص الشوك يا عم. الشوك ايه؟ طب التعريف الساينتيفيك بتاع الشوك ايه؟ بكلام طول لا فاكركم يعني هتقولوا بالعربي حتى يعني تشو بالتشو. مفيش بلاد رحل التشو. مفيش بلاد رحل التشو. يعني تشو كل التشو. لا 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 يا دكاتره كلمه شوك معناها lack of perfusion of vital tissue. lack of perfusion of vital tissue يعني مفيش دم كفايه رايح الفيتال اورجنز. هي ايه الفيتال اورجنز؟ اللي هي لو شلتها من جسمك يهبل تموت. يعني الاي فيتال انت بتشوف اصلا عادي وعايش فاهمين الكلام منجز الكلام. الفيتال زي البرين زي القلب زي الكيدنز الحاجات دي فيتال فاهمين قصدي ايه. لو اتقطع الدم عنها مرحبا بك في عالم السك. ده كلام ساينتفك. انا عايز قدام الحاله في الاستقبال اهو اقول ده بقى انا اعرفها فيتال تعرفه ازاي يعني. دي شوك دي هايبوتنشن. اشوف الكيدنز تنزل. ايوه بالظبط شوف الفيتاليتي. الله يبارك لك. يعني ايه شوف الفيتاليتي؟ مش انت بتقول فيتال اورجانز اولا مش تقول زي البرين. ما دام البرين مش رايح له دم اكيد هتجي لك ديستربت كونشسنس في كوما او ديستربت كونشسنس على الاقل اللي هي قبل الكوما على طول. ركب لها قسطره بول ركب لها قسطره بول. لو القسطره ما جابتش بول ما جابتش يورين معناها الكدني مش رايح له دم. مرحبا بك في عالم السك فاهمين حاجه. عايز تفاجئ دي هايبوتنشن ولا شوك شوف الفيتاليتي. فيتاليتي اللي هو ليفل اوف كونشسنس اليورين الحاجات دي. انتوا فاهمين حاجه فاهمين يا دكاتره؟ عارف الهايبوتنشن العاديه لا تركب لها قسطره تجيب يورين وهتبقى داخل تقول لك اصل انا دايخه اصل ما اعرفش ايه وهي زي الاب فايقه الوليه. انا بقول لك الثانيه بتبقى كوماتوز فاهمين الكلام؟ يا ده ايه ده ايه ده؟ يخرب بيوتك انتوا شوك ده اصلا انت مش ازاي؟ والله في ايه ده ايه ده؟ فاهمين؟ طيب هز راسك على الاقل اعرف انك فهمت اي حاجه. هز الراس ده جميل. بص يا دكاتره يبقى انا بقول لك دلوقتي بص على الفيتاليتي عشان ربنا يسترها معاك والنبي. طيب بص بقى يا حبيبي طبعا الشوك انواع يعني الشوك ليها 50 نوع و50 سبب. مثلا هكلمكم النهارده في اول نوع من الشوك. اسمع ورا هكلمكم في اول نوع من الشوك حاجه اسمها الانافيلاكتيك شوك. الكلام اللي هيتقال مش هيتعاد هيبقى اتقال اصل هي كتير في المنهج. انافيلاكتيك شوك اللي هي صدمه الحساسيه هتيجي كتير قوي في المنهج. اسمع ورا انافيلاكتيك شوك دي يا اسطى عباره عن ايه؟ الصوره الاعنف من الحساسيه. مش احنا قلنا مع الحساسيه الماسك سنس بتفرقع وبيطلع هيستامين والهيستامين ده بيعمل اشياء. انا بكلمك بقى على الصوره الاعنف اللي غالبا ما بتحصلش الا مع الحقن. الاشهر اللي انتوا عارفينه البنسلين اللي هو العيل الفقري اللي عنده حساسيه بنسلين والدكتور الفقري ده اكتر منه اللي قام جاي مديله بنسلين من غير ما يعمل له اختبار حساسيه. انتوا عارفين طبعا المفروض قبل ما تدي بنسلين لاي حد يعمل له اختبار حساسيه في الجلد. هتعلمكم ازاي مش وقته. منجز الكلام الدكتور قال لك يا عم بلا اختبار حساسيه بلا نيله انت تعك وربك بيفك وقام جاي بسم الله الرحمن الرحيم الزلميو وراح حقن العيان بنسلين. طبعا هيحصل الاتي. اول حاجه يبدا يقول لك ان هو جسمه سخن بيسخن وبعدين هتلاقي وشه بيزنهر بيحمر ما تقلقش الهيستامين وبعدين هتلاقي رقبته بتحمر وبعدين بتنفخ وعينه بتنفخ. الاعراض بتبقى باينه قوي في الرقبه بالوش الابر هاف ده هتلاقي العين بتنفخ وبتقفل وشفايفه بتنفخ وطبعا انت ولا شدش بالك يا جدع ده الخلقه للخالق. المهم يعني انت هتكفر يعني هو عاوز يموت وانت عايز تعالجه عينه مع الله سيبه يا جدع سيبه هو عاوز يموت. المهم يعني ما انت بقى تقول لك ايه اللي عمل كده يعني هوب رزع الحقنه وساب الواد والواد قاعد ينفخ وبعدين فجاه بدا يزيق من غير سماعه مش بالسماعه والله بتكلم جد من غير سماعه هتسمع مع كل نفس ده اسمه سترايدو. لا ده اسمه سترايدو عارف ده معناه ايه؟ مش معناه البرونكيول مقفوله لا 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 معناه اللارينكس اتقفلت ايه؟ اللارينكس ذات نفسها عادي كل عادي وضع يا ابني ده فرعون هو احنا اي حاجه تموتنا ده احنا جامدين قوي. المهم يعني منجز الكلام هتلاقي بعد كده ما عادش بلص هتلاقي بعد كده بيتوه منك هتلاقي بعد كده ديز هتلاقي بعد كده اتنين طلعوا ورا دول الملائكه بيحاسبوك مات يا بقى مات يا غبي مات. ده ليه حل في دقيقه ده له حل في دقيقه. بص الانافيلاكتيك شوك زي ما انت شايف كده دراماتيك احنا بنقولها كده ما بنقولش عليها بروجريسيف ولا رابد لا هي مش رابد هي دراماتيك
يعني حاجه دراماتيكيه. ده كان حلو من 5 دقايق مد دلوقتي. طبعا ده تطور دراماتيك مش تطور رابط. حتى رابط ده يعني 3-4 ساعات ده دقايق. ولما بيجي يتحسن بيتحسن دراماتيك. يعني برضو التحسن بتاعه دراماتيك وهنشوف يتحسن ازاي. انا بس عايز اسالكم اصلا هو الواد ده اتنيل ليه كده؟ يعني ليه اتنيل وليه ضغطه وقع وليه ضغطه وقع وليه اتخنق وليه ليه شك؟ انا اقول لك اصل لما الهيستامين طلع بالهبل. اصحى بقى، لما الهيستامين طلع بالهبل لسه قايل لكم على الحساسيه الفيسلز بتاعتك ايه. بص عليا، بص الهيستامين هيعمل ايه. اولا الهيستامين ده هناخده بعدين. اسمع يا اسطى، الهيستامين ده هناخده بعدين، هناخده في الترميدا في الاوتاكويد. ليه ريسبتور؟ والريسبتور بتاع الهيستامين المفاجاه ان اسمه هيستامين ريسبتور H1. اسمه ايه يعني؟ هيستامين ريسبتور، اسمه هيستامين ريسبتور H1. معايا كده؟ طيب الهيستامين لما بيشتغل على الريسبتور بتاعه بيعمل بقى اللي انت عارفه. هو ايه اللي انت عارفه؟ اول حاجه على البلاد فيسل بيعمل ماسيف فازو دايليتيشن. بيعمل ماسيف فازو دايليتيشن. اللي فيكم شاطر هيقول فازو دايليتيشن، حتى قلت لك الجلد كله حمار. طب سؤال لولوي اللي عارف فيسيولوجي، ولا نورمالي كم في الميه من الكابيلاريز اللي في جلدك مفتوحه؟ 10%. جدع، هو انت ابيض يالا؟ نورمالي ربنا فاتح لك 10% بس. اسمع ورا، نورمالي ربنا فاتح لك 10% بس من اللي في الجلد. ليه؟ عشان يجبر الدم يفضل جوه السيركوليشن افكتيف. يا فرحتي لما الدم كله يطلع يقعد في الجلد، يا فرحتي. فاهمين حاجه؟ الهيستامين لما بيطلع اوعى الاخطبوط، الزو على الجلد على طول، ويبدا يعمل بازو دايليتيشن عنيف. تلاقي معظم الكابيلاريز اللي في الجلد فتحت، اللي هي نورمالي مقفوله. ركز معايا، ولما الكابيلاريز اللي في الجلد تفتح يقوم الدم اللي في السيركوليشن عندك 5 لتر حلوين، تلاقي 2 لتر منهم ولا 2 لتر وشويه سابوا السيركوليشن وطلعوا قعدوا فين؟ في الجلد. عشان كده العيان بدا يحمر يزنهر. ايوه، ما هو الدم قاعد في الجلد. هتقول لي ايه ده؟ يعني كده اللي ماشي في السيركوليشن بقى 2 لتر بس؟ ما انا بقول لك نص الدم طلع قاعد في الجلد. فاهمين حاجه؟ هتقول لي يا نهار اسود، ده كانه نزل بس من غير نزيف. في حد قاعد مش فاهمني؟ هو كده كانه نزف بس من غير نزيف. 2 لتر من اللي كانوا عنده في الجسم طلعوا قعدوا في الجلد. فاهمين حاجه؟ عشان كده انت لو واخد فيسيولوجي او لما تكبر يبقى قابلني، كنا نسمي الشوك دي ديستريبيوتيف شوك. فاهمين يعني ايه ديستريبيوتيف؟ ديستريبيوتيف يعني توزيع، يعني غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع. فاهمين حاجه؟ هو ده الديستريبيوتيف شوك. هو الدم موجود بس متوزع غلط. وانت هو قال مين بقوله؟ حلو، عشان كده فجأة ما عادش فيه دم في السيركوليشن، ما عادش دم راح المخ، ما عادش دم راح الكدني، العيان بقى شوك. صح؟ فاهمين؟ طب نفس الفيسلز دي، الفيسلز اللي وسعت دي، مش في منها في الاير واي؟ مش في منها في الاير واي؟ لما توسع تعمل ايه في الميوكاس؟ يا دكاترة ردوا بقى، ما تستفزونيش بقى. تعمل ايه في الميوكاس؟ ميوكاس سكريشن هيزيد، يبقى هيبدا يزيد الميوكاس سكريشن. انتوا معايا ورا؟ كمان هتعمل ايه في البرونكيول اصلا؟ الهيستامين بيعمل ايه في البرونكيول؟ برونكو كونستريكشن. بص يا دكاتره، هي الحصه اصلا مقرفه بما فيه الكفايه، انتوا شايفين الجو عامل ازاي؟ عايزين تقلبوها زفت زياده عني، اقلبها لكم ضلال. اصحى يا دكاتره ولغوني والنبي. صلوا بينا على النبي. انا قاعد واقف بسيحه اهو عادي والله. يبقى احنا قلنا دلوقتي البلاد فيسل اللي هيحصل فيها فازو دايليتيشن ويبدا السكريشن يزيد والبرونكيولا تبقى برونكو ايه؟ كونستريكشن. شايفين المنظر ده؟ طيب خش بقى على المنظر ده في ادرينالين. ادي ادرينالين. صحيح اللي انا قلت في الانافيلاكتيك شوك دي، الادرينالين بيتاخد ازاي؟ وريد ولا تحت الجلد؟ قصدي يا ابني انت وهو قلنا عضل. بيتاخد عضل، يبقى الادرينالين في الحالات دي بيتاخد انترا ماسكولا. يعني هنا يتاخد انترا ماسكولا ام سي كيو. طريقه سريعه شويه. نمشي ايه؟ قول انت. الانهيليشن هيشتغل في الاير واي بس، لا هيطلع للفيسلز بره ولا هيعمل اي. صح؟ اسمعوا يا دكاتره، يبقى انا قلت لك دلوقتي ادرينالين هيتاخد عضل. انا قلت لك ادي ادرينالين انهيليشن لما يبقى الموضوع في الاير واي بس. هو الشوك ده في الاير واي بس؟ ده كدني وفيسلز وكل حاجه، انا عايزه يشتغل في الجسم. اديه عضل. طب لما يديه عضل هسالك سؤال. اسمع كده، اسمع، هو الادرينالين ده اهو، هل الادرينالين ده، اسمع، هل بيشتغل على الاتش 1؟ يعني هل الريسبتور بتاع الادرينالين اسمه اتش 1؟ امال الريسبتور بتاعه اسمه ايه؟ الفا وبيتا. اسمه الفا وبيتا، يبقى هيشتغل على الفا وعلى بيتا. يعني هو ما اتخانقش مع الهيستامين على الريسبتور بتاعه.
معايا ولا ايه؟ حط في دماغك. هو ما اتخانقش مع الهستامين على الريسبتور بتاعه، هو ساب الهستامين شغال في سكته وهيشتغل هو في سكه تاني. ركز عشان دي مهمه قوي، اسمع ورا. طب لما يشتغل على الفا وبي شلني بقى. اول حاجه تعالى على البلاد فيسل، على البلاد فيسل. احنا قلنا الادرينالين في البلاد فيسل بيعمل بازو كونستريكشن بتاعه الجلد، بيعمل بازو ايه؟ كونستريكشن عن طريق الريسبتور اللي اسمه الفا 1، صح؟ طبعا انت عارف لما حصل بازو دايليتيشن ساعه الحساسيه كان الضغط ايه؟ واطي. مش البازو دايليتيشن بيوطي الضغط؟ امال لما حصل بازو كونستريكشن الضغط هيرجع ايه؟ هيرجع يعلى، هيرجع الضغط يتظبط تاني. طب خد كمان، مش احنا قلنا البرونكيول برونكو كونستريكشن؟ هيقوم الباشمهندس ادرينالين شغال على البيتا 2 فيعمل برونكو عن طريق بيتا 2. وبعدين مش الهستامين كان مزود الميوكس عشان عمل بازو دايليتيشن؟ طب ما ده عمل بازو كونستريكشن، يعني هينقص الميوكس سكريشن، هينقص الميوكس سكريشن. انتوا فاهمين انا بعمل ايه؟ لا ده خد كمان، انت عارف عن طريق بيتا 2 بيقفل حنفيه الهستامين. مش قلنا بيتا 2 بتمنع افراز الهستامين؟ يعني فوق البيعه هينقص الهستامين ريليز، هينقص الهستامين ريليز. انت واخد بالك من حاجه؟ هسالك تاني وحياه ابوك تركز في اللفظ اللي هقوله. نفس السؤال، بص كده، هو الادرينالين اتخانق مع الهستامين على الريسبتور بتاعه؟ اقول لك انا بقول الكلمه دي ليه. اسمع يا اسطى، انت عارف لما دواء يتخانق مع دواء يبقى اسمه انتاجونيزم، لما حاجه تعاكس حاجه اسمها انتاجونيزم. اسمع ورا طول المنهج، كل الادويه اللي جايه لما اجي اقول لك دواء انتاجونست لدواء، انت بتفهم ضمنا، اسمع ورا، ان دائما بيبقى الانتاجونيزم على مستوى الريسبتور. يعني مثلا ادي دواء يقوم ده اهو يتخانق مع ده اهو على الريسبتور بتاعه. فاهمين حاجه؟ اسمع ورا، الانتاجونيزم الشهير في الطب، الانتاجونيزم الشهير في الطب بيبقى انتاجونيزم على الريسبتور، دواء بيتخانق مع دواء على الريسبتور، واحد بيشغل واحد بيقفل. بقول لك ده المشهور في الطب، حتى احنا من كتر شهرته بنسميه الفارماكولوجيك انتاجونيزم، يعني بيعتبر هو ده اللي بيديه الفارما. اسمع ورا، انا بقول لك الانتاجونيزم الشهير في الطب ايه؟ ايه الانتاجونيزم الشهير في الطب؟ ان دواء يتخانق مع دواء على ريسبتور، يبقى ده اسمه فارماكولوجيك انتاجونيزم. هو الادرينالين عمل كده؟ خدوا بقى، ما عملش كده. الادرينالين ما اتخانقش عن اتش 1 اصلا، ده ساب الاتش 1 يشتغل، سابه يشتغل وسابه يعمل وظايف، وسابه يعمل وظايف اهو، وقام الادرينالين اشتغل في سكه ثانيه خالص، بس عمل وظايف معاكسه. المحصله النهائيه حصل انتاجونيزم ولا لا؟ ايوه حصل، في النهايه حصل انتاجونيزم بس مش على مستوى الريسبتور. هو حصل انتاجونيزم بس مش على مستوى الريسبتور، امال على مستوى ايه؟ الوظيفه، على مستوى الوظيفه. يروحوا يسموا ده فيسيولوجيك انتاجونيزم، مش جايه تاني في المنهج، مش جايه تاني في المنهج، خلاص مات الكلام. هي طبعه واحده وتيجي ام سي كيو بغباوه دكاتره تاني. عم الحاج، هو الادرينالين عاكس الهستامين فارماكولوجيك؟ يعني هل عكسه على الريسبتور؟ لا 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 لا، ده عكسه على الوظيفه. يعني هل عمل فارماكولوجيك انتاجونيزم؟ لا، ده عمل فيسيولوجيك انتاجونيزم. بقول لك ام سي كيو ومش جايه تاني في المنهج. ولما نيجي ناخد انواع الانتاجونيزم في الجنرال، شطر اسمه الجنرال، لما اجي اخد انواع الانتاجونيزم هقول لك في فارماكولوجيك وفي فيسيولوجيك وفي ما اعرفش ايه، وهديك المثال الوحيد على الفيسيولوجيك، ادرينالين وهستامين، ده المثال الوحيد. طبعا في امثله ثانيه في الطب، انا بتكلم في المنهج عندكم. ادرينالين وايه؟ وهستامين، مات الكلام خلاص هنا، مش جايه تاني يعني. وحياه ابوك تركز يا، يبقى لو جالك سؤال في الامتحان، سؤال ايه؟ بقول لك ده كلاسيكيات فارما، اسئله الزمن الجميل، اللي هي انت وطفلك والطبيب، ركز يا عم الحاج. يقول لك جيف اكاونت ادرينالين ان تريتمنت اوف انافلاكتيك شوك. الاول انت عرفت شوك يعني ايه؟ وانت عرفت شوك انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج ارفع الضغط، الضغط واقع. انا محتاج اعمل فازو كونستريكشن. انا محتاج اظبط الهيل واي، مش انا محتاج الكلام ده. هو ده اللي عايز اعمله. ارقع الادرينالين. ارقع الادرينالين، يلا الزريبيو، الزريبيو عضل، عضل، ارقع الزريبيو، ايه اللي هيحصل؟ العاد خرصه يا جدعان. تحدي اعاقه، قول يا حبيبي يلا. يروح جاي مشغل بيتا 2 يعمل برونكو دايليتيشن ويمنع الهستامين ريليز، وعن طريق الفا 1 فازو كونستريكشن يقوم الضغط عادي، وفازو كونستريكشن في الاير واي اسمه ديكونجيشن، فينقص الميوكس زي ما قلنا في الازمه كده. السؤال ده مخلص، تحسه ازمه على حساسيه. فاهمين قصدي ايه؟ يبقى انا بقول لك السؤال ده مهم جدا، وحياه عيالك يا حياه عيالك اللي انت لسه ما جبتهم، انك بالله عليك ما تنسى ميكانيزم الريسبتور.
يعني قصدي وانت بتقول الفا او بيتا قول لي ادخل ادينايل سايكليز وهات جمله مفيده والنبي. فاهمين بقول ايه؟ يعني ما تقولش بيتا 2 ابا الفا 1 ابا، لا قول في النص حاجه. عن طريق فازو كونستريكشن في البرونكيا. طبعا بينقص الميوكس عن طريق فازو كونستريكشن في البرونكيا. فيسلز اللي في البرونكيول ما دي اللي بتطلع ميوكس. انتوا معايا ورا؟ ياخد النبي اللي ما فاهم يقول. دكاترة على فكرة الواد رقبته كبرت وكذا وكذا، مش اللارنكس اللي كبرت، رقبته كبرت عشان في سبكوتينيوس إديمة. يعني المنطقة اللي تحت الجلد ذات نفسها بتنفخ. دي سبكوتينيوس إديمة. مش الفيسلز وسعت في الجلد؟ لما الفيسلز توسع الفلترة هتزيد، فيبدأ يتجمع في لود تحت الجلد وتلاقي رقبته عمالة تنفخ، ده إديمة. وبعدين أنت سبته كله ومسكت في رقبته، الواد يموت، رقبته إن شاء الله يولع في رقبته. المهم يعني صلي بينا على النبي. يبقى انا بقول لك دلوقتي يا عم دي حاجه اسمها الانافلاكتيك شوك في غايه الاهميه. اوعى تنسى تكتب الجمله خالده الذكر في اول الاجابه. دكتور الجمله اللي لازم تتكتب في اول الاجابه احفظها افلاشيه كده، لما يجي السؤال ده تروح قايل له ادرينالين از ذا بيست فيسيولوجيك انتيدوت اوف هيستامين. لازم تخش بالجمله دي تقول له ايه؟ ادرينالين از ذا بيست فيسيولوجيك انتيدوت اوف هيستامين. يعني ده الدراج اوف تشويس. دراج اوف تشويس يعني ايه؟ يعني العربي يعني ايه دراج اوف تشويس؟ يعني اوعى النسر. فاهمين؟ اوعى النسر بقى. دراج اوف تشويس يعني هو ده، هو ده معايا. يبقى اكتب الجمله، اكتب ادرينالين، اكتب زي بعضه ادرينالين از ذا بيست فيسيولوجيك انتيدوت اوف هيستامين زي بعض. هتلاقي مكتوب عندي بس جوه الكلام كده. ايوه هتلاقي مكتوب ابينفرين از كونسيدرد احسن انتيدوت للهيستامين. دي تبدا بيها الاجابه، الجمله دي في الوش كده. فاهمين الكلام؟ اصل هتلاقي كاتب لك كلمتين فيسيولوجي يعني ايه شك ويعني ما عليه خلاص، ما انت عايزين اجابه بس مش عاوزين شك يعني ايه. خد بالك ان بيديك سطرين ثلاثه للاجابه، يعني مش عايزين الشرح ده كله، احنا عايزين بس الدواء بيعمل ايه. فاهمين الكلام؟ اسمع ورا عم الحاج، ولنفسك بقى اكتب في جنب، لنفسك اكتب في جنب كده طول السنه عشان ما اقعدش اعدها. دكاتره طبعا الحساسيه دي حاجه محتمله مع اي دواء. اسمع ورا، الحساسيه حاجه محتمله مع اي دواء. دكتوره مفيش حاجه اسمها دواء عمل حساسيه، مفيش حاجه اسمها كده، انت اللي عندك حساسيه للدواء. انت فاهم يالا يا واد؟ مفيش حاجه اسمها دواء بيعمل حساسيه، انت اللي عندك حساسيه للدواء. اقول لك انا خدت الدواء وانت خدته، انا ما حصلليش حاجه وانت قعدت تهرش، طب استحمى انا مالي، انا مال انا والدواء ماله؟ فاهمين حاجه؟ والله لعبنا في الدواء خالص، انت اللي عندك حساسيه للدواء. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان احنا هناخد بعد كده الاستنبه العظمى، التحشيش العظمى، ان اي دواء في الطب اول سايد افكت انه ممكن يعمل هايبر سنسيتيفيتي. اي دواء في الطب ممكن يحصل معاه هايبر سنسيتيفيتي. الانجليزي الاوغاد يقول لك ان ايفري ثينج اندر ذا سان ايفن ذا سان مي كوز هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. يعني اي حاجه في الدنيا، اي ماده موجوده في الدنيا ممكن يبقى عندك حساسيه ليها. ما قلنا مفيش حاجه بتعمل حساسيه، انت اللي مخلوق عندك حساسيه ليها. ده بيكون عيب هيريديتري. انتوا فاهمين حاجه؟ اسمع ورا بقى، اي حساسيه عنيفه اللي عايز امليها لكم، اي حساسيه عنيفه في الطب وكلامي محدد. انا بقول اي حساسيه عنيفه اللي هي زي الانافلاكتيك شوك كده، مش شويه هرش وبتاع، انا بتكلم في حساسيه عنيفه اللي هي ممكن تموت. يبقى علاجها ايكا. احفظ ياض ايكا. اي حساسيه في الطب تقول لي ايكا، وده اللي هتعمله فعلا للحاله وانت في المستشفى. اي حساسيه عنيفه بسم الله الله اكبر ايكا على طول. ايه بقى الايكا؟ ابينفرين اللي هو ادرينالين. واخد بالك ان انا كاتبه لك اول واحد، ابينفرين اللي هو ادرينالين. وده يتاخد وريد ولا تحت الجلد؟ قولوا يا اللي تشكوا في حواجبكم، عظم اهو يتاخد عظم، يبقى ابينفرين ويتاخد عظم. تمام. رقم اثنين كورتيزون وريد، كورتيزون اي في. تمام ولا ايه؟ انتي هيستامينك بتاع الحساسيه العاديه بقى، مش انت ما بيكون عندك حساسيه عاديه بتاخد انتي هيستامينك منه حبوب ومنه حقن. انتي هيستامينك، انتي هيستامينك اي في. انا بتكلم على الحساسيه العنيفه. اوعى تروح البيت تلاقي اختك ولا والدتك عندها حساسيه من اي حاجه وبتاخد حبايه انتي هيستامينك كل يوم. ولا بس اثبت هنا زمن الانتي هيستامينك انتهى. انا جايب لك دواء كنافه لسه واخدينه في الدرس، والله لسه الوغد اللي في الدرس مدهولنا اهو اهو. الزريبو الامبوله ايه؟ خدها يا حاجه، هي والدتك ولازم تستحملك، ما انت هتتعلم في مين؟ بس انت هتموتها انا يخرب بيتك.
انا بقول حسالة عنيفة اللي انت حضرتك مش هتشوفها الا لما تبقى دكتور، انما دلوقتي انت تروح تتغدى وتنام، فاهمين؟ اه انا مش عايز غباوة، بتكلم بجد والله. ما الواحد بيخاف من السخونية ده، ايه اللي هو بقى قاعد نفسه بقى دكتور. امتى بقى؟ اه امتى؟ يا نهار اسود والله، في طلبة هنا بيقعدوا يجوا عند شارع بورسعيد ولا عند المحافظة كده، ما بيقدروش يقاوموا اغراء اليوفط المتعلقة. والله اليوفط متعلقة الدكتور فوق. اه ايوه، وطلع العربيات بيب وزو وبتاع واتخبط ثلاث مرات وهو ماشي. معلش يا حبيبي زي بعض، معلش زي بعض، روح اتغدى ونام، وبعد ثلاث سنين نبقى نشوف الموضوع. بص على السبوره يا واخ، يبقى انا بقول لك دلوقتي اه ريكا، احفظ ريكا اه، ابنفرين كورتيزون انتي هيستامين، ابنفرين وكورتيزون وانتي هيستامين. طيب تكمل. بص يا حبيبي، الاستعمالات بتاعه الادرينالين، قلنا اول حاجه يا دكتور، يا دكتور قلنا اول حاجه ازمه وبرونكوس بازم، قلنا الايه الثانيه انا جلاكتيك شوك، احنا قلناها. طب الايه الثالثه اناسيزيا، وفي كمان ايه ما قلناهاش اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت، كاردك ارست. الارست لا لو كانت الحصه اللي فاتت خلاص، هو انا قلت الارست دي الحاله الوحيده اللي بدي فيها الادرينالين؟ قولوا بقى وليد، الحاله الوحيده اللي بدي فيها الادرينالين وليد هي الارست. يبقى الادرينالين يتاخد في حالات الكاردك ارست اي في. حد شاطر يقول لي لو جالك سؤال جيف ريزون تقول ايه؟ يعني لو جه قال لك علل ادي ليه ادرينالين في كاردك ارست، قلب تقريبا واقف، انا بديله ادرينالين ليه؟ هتقول علشان الادرينالين هيتاخد يشغل بيتا واحد في القلب. الحصه اللي فاتت قلت لكم عليه كرباج القلب، كرباج القلب هيروح مكربج القلب يشغل بيتا واحد يزيد كل الكاردياك بروجكتس، وبالتالي القلب بيرستور، القلب بيرستور الاكتيفيتي. فاهمين حاجه؟ يبقى لو جه قال لك علل ادرينالين في الارست، هتقول له الاول انه بيتاخد اي في، ادرينالين هنا يتاخد اي في وما تخافش ده بيموت، ادي له ادرينالين اي في. وعلى فكره احنا مش بندي ادرينالين اي في ونقف نتفرج، احنا بنحقن ادرينالين ونعمل ريسسيتيشن سي بي ار. فاهمين قصدي ايه؟ يبقى تقع الادرينالين وتعمل بعدها راوند سي بي ار، بيسموها راوند، راوند يعني سايكل يعني، تمام؟ وان ما استجابش عليها بتدي راوند ثاني، يعني احقن ثاني واعمل ثاني. لو اتنين راوند والعيان ما قامش معاك، بص وحطه جنب الحيط. اه بتكلم جد؟ ايوه، ما تسيبوش في الشارع ده، انا ده روح، بص وحطه جنب الحيط. اه بيبقى خلاص بتعتبره بور بروجنوزس ومش هيقوم اصلا خلاص. اي نعم ساعات بنجرب راوند ثالثه عشان ضميرك يبقى مرتاح، بس هو مش هيقوم. معاك؟ منجز الكلام، ادرينالين في الارست، ادرينالين في الارست، انا قلت لك عشان يشغل بيتا واحد فالامور ايه تتحسن. طيب تعالى بعد كده، صحصح يا عم. اكيد في واحد فيكم مخه تعبان، يعني عنده مشاكل نفسيه، عدى على الطوارئ كده في الصيف عشان يشوف الخياطه ولا اجازه راح يقعد في الطوارئ، ده مريض نفسي. المهم يعني ممكن عادي والله حبيبي عادي، كلنا عندنا مشاكل، بس انت مشكلتك جامده قوي. المهم يا واد عادي والله اكتر من كده وربك بيزيح، روح يا حبيبي روح. المهم بص يا دناي، والله كان في عيال بتيجي تنشق عندنا في الاورام يا جدع، في الاورام حتى مش في الطوارئ. طب انت انا مش شغل الاورام راشد، انا عايز اتعلم، تعلم ايه ده؟ انا ما اعرفش حاجه يالا، اتعلم ايه في البيت؟ انا بقالي 15 سنه مدرس وما اعرفش حاجه، انت جاي تعلم وانت في سنه ثالثه؟ اتوكس يا بعيد. المهم يعني المهم الاخوه اللي هم عندهم مشاكل نفسيه دول ربنا يشفي، وانت معدي كده بتلاقي الواد بتاع الجراحه الواخد او بتاع الاستقبال الاوغد، اما يشوف حد جاي بجرح في جلده ولا حاجه قبل ما يخيط بتلاقيه يجيب ازازه كده، ساعات تبقى موجوده ساعات لا، ساعات بنخيط من غير تكتيك. المهم يعني لو موجوده بيجيب الازازه يقوم ساحب منها حاجه كده وبعدين يحقنها في الجلد بطريقه معينه، يعني يحقن ده الجرح اهو، بص ده الجرح اهو، تلاقيه يجي جنب في الجلد اهو يحقن هنا وبعدين يجي يحقن هنا وبعدين يحقن هنا ويحقن هنا، عمال بيحوط الجرح يعني حاجه اسمها انفلتريشن. هو ايه اللي عمال يحقنه ده؟ اناسيزيا، تخدير موضعي، تخدير موضعي، اسمع على واخد يد، تخدير موضعي عشان لما تيجي تخيط ربنا يوفق والعيان ما يقولش اي، واخد بالك؟ اه بص يا حبيبي، ادي الازازه اهي. انت لو كلفت خاطرك بقى انك تبص على الازازه هتلاقي مكتوب عليها الاتي، هتلاقي مكتوب عليها زيلوكاين او لجنوكاين. زيلوكاين ده المخدر الموضعي واحنا عارفينه، هناخده بعدين. يعني ده المخدر الموضعي، ماشي طبيعي انه يكون موجود في الازازه. هو ده اللي بيخدر، هو ده اللي بيخدر. بس هتلاقي تحت الزيلوكاين مكتوب على نفس الازازه ان في ابنفرين واحد على 10000 سوليوشن، التخفيف بتاعه يعني. يقول لك ابنفرين واحد على 10000 سوليوشن، يعني ابنفرين مخفف. الا طب الزيلوكاين وعارفين موجود في الازازه ليه؟ هو ده المخدر. انما انت حاطط ادرينالين معاه ليه؟ جيب اكاونت، جيب ريزون قصدي.
جي بريزون يا اسطى. لما يجي يقول لك جي بريزون ليه الادرينالين بيتحط مع اللوكال انستيزيا في نفس المسرحه في نفس الازازه يعني بالظبط كده. صلي على النبي. انا اسالك وانت ترد. بص يا حبيبي، اولا انت وانت بتدي تحديد مش ده تحديد موضعي؟ يعني انت عاوزه يخدر مين؟ الجلد بس ولا انت عايزه يخش الدم؟ وطبعا لو دخل الدم هينهبت السي ان اس كمان، يعني لو دخل هيعمل انستيزيا كامله جنرال. يعني العين هيعمل دماغ وتلاقيه طالع من الخياطه يقول لك انا جدع وكان في دكتور ابن كلب جوه بيخيطني بس هيحبك يلا والله، وهتلاقيه كل يوم يفتعل خناقه عشان يتعور عشان يجي يعمل دماغ عندك. انت بقيت سرنجاتي حقير على راي جميل جافر والله العظيم. فيلم الكيف انت بقيت سرنجاتي والله العظيم. وخلاص هو ده انت هتلاقيه بعد كده يوجي وراك في المستشفى يقول لك ابوس ايدك اديني الحقنه. المهم يعني انت تاجر مخدرات يلا. انا بسالك، هل انت عايز تخدره في الجلد بس ولا عاوز انت تحقق حلمك في انك تبقى تاجر مخدرات؟ انت تحقق حلمك ده لوحدك بجد، لان انت جاي تدعكت الفلوس انا طلعت لك حلمك اللي جاي تحققه هنا. المهم يا عم سيبك من الاخ اللي جاي حقق احلامه هنا، ركز معايا ورا والناس. انت عايز تخدره موضوعي يلا، يعني انت مش عايز المخدر يخش الدم. انت مش عايز المخدر يخش الدم. طب يلا شلني. لو ده الجلد، بص لو ده الجلد اهو، ده الجلد ودي البيسلز اللي تحت الجلد، دي البيسلز اللي تحت الجلد، وانا حقنت المخدر. انا عايز المخدر يفضل تحت الجلد. انا بخيط جلد، فاهمين حاجه؟ حلو. طب علشان ما يدخلش البيسلز انا عايز البيسل تبقى مقفوله. طب ما تدي ادرينالين اللي بيعمل في البيسلز بازو، يبقى ادي ادرينالين عشان يعمل في البيسلز فازو كونستريكشن. طب هستفيد ايه؟ خد مصمص دي، ده انت هتستفيد كتير. اولا البيسل مقفول فالمخدر مش هيخش الدم، ثانيا البيسل مقفول فزي ما قلت لك الامتصاص بتاعه هيبقى بطيء قوي صح؟ هيفضل قاعد في مكانه فتره طويله، فده يخلي المخدر شغال يجي نص ساعه على الاقل، مع انه اكشوالي يشتغل خمس دقايق بس، انما عشان انت قافل له البيسل فمش عارف يفلفص، هو قاعد في مكانه، فاهمين حاجه؟ يبقى هتقول لي استنى يا اسطى، الفازو كونستريكشن بيمنع السيستميك سايد افكت، يعني ما يدخلش الدم. الفازو كونستريكشن بيمنع الامتصاص، فالدواء يبقى مفعوله طويل، قاعد في مكانه. وبعدين هو مش بينزف. مش انت بتخيطه؟ اه بقى بيخيط هيجيب ايه؟ هيجيب سيفن اب، هيجيب دم. فلما انت قافل له الفيسلز النزيف هيقل، البريدنج هيقل. يعني انت ضربت قفص عصافير بحجر واحد. فاهمين؟ طب دي منظر ناس فاهمه. انا رمز ذمتكم والله، انا معاك يا ابني والله. ده العيال ايه ده كده؟ انتوا فاهمين؟ اقول تاني. طب والنبي ده اللي ورا صحصحه والنبي. اقول تاني. بص يا كابتن، دلوقتي انا بخاط جلد وانا عايز المخدر يفضل في الجلد، تمام؟ عايز يفضل في الجلد ما يتنقلش منه. يعني ايه ما يتنقلش منه؟ يعني ما يتمصش، يعني ما يدخلش البيسلز اللي تحت الجلد. الادرينالين بيعمل فاز كونستريكشن في الفيسل، وبالتالي الفيسل يتقفل، فالمخدر اللي انت حقناه ما يدخلش الدم يفضل تحت الجلد. من ناحيه بيفضل فتره طويله فيديكي ايه؟ براحك في الخياطه. ورقم اثنين كمان بيمنع النزيف، هو قافل الفيسل وانت بتخيطي. رقم ثلاثه لما ما يخشش الدم مش هيعمل سيستميك سايد افكت، مش هيشتغل على المخ وكده يعني. يبقى ثلاث فوائد اهم. شوف ايه الناقص عندك كمله. شوف ايه الناقص عندك كمله. اهو كاتب، هو كاتب الثلاثه. ما هي اللي هي مكتوبه يمنع الابزوربشن. دكاتره ما هو كاتب لك انه بيمنع الابزوربشن، هو قصده يعني بيمنع السيستميك سايد افكت. يعني فسر لنفسك، اكتب جنب كلمه بينقص الابزوربشن انه بيمنع السيستميك سايد افكت، يعني يخليه ما يشتغلش على الجسم، على الجلد بس. معايا ولا ايه؟ هتلاقي مكتوب بيطول الديوريشن اللي قلتها، يمنع السايد افكت اللي هي يمنع الابزوربشن، ينقص البليدنج. برضه نفس الكلام، برضه نفس الكلام. يعني دكاتره الخياطه اللي في المصل لو جرح خفيف ممكن يتصب لوكال، انما لو تير في مصل جامد هيتخدر جنرال وتبقى عمليه. يعني لو حد عنده تير في مصل بجد، حادثه مثلا والمصل ذات نفسها مقطوعه، لا ده تخدير جنرال، هيتخد عمليه، هيتخدر جنرال ويتشاف بقى. انا بتكلم على الجروح البسيطه اللي بتقدير موضعي، اللي في استقبال ولا عمليات ولا نيله. معايا؟ صلي على النبي. دكتور هو يعني انا قلت لكم بدل المره مليون بلاش تطرف في التفكير. يعني لما اقول لك ان هو فازو كونستريكشن
انا بقول لك انه كده بيبطئ، يعني بيبطئ الامتصاص، بيقلل الامتصاص، بس غصب عنك هيبدا يخش الدم سنه بسنه، حاجه بسيطه خالص، وكده كده هيحصل له كليرنس بالكمت والماو، بس هياخد وقت طويل على ما ده يحصل. ما قلت لك مفيش حاجه اسمها 0%، مفيش حاجه اسمها الدم مش هيخش الدم خالص، لا هيدخل، لا هيدخل بس بكميات بسيطه قوي. هو الكتاب كاتب لك ينقص الابزوربشن ولا يمنع الابزوربشن؟ ينقص، مفيش حاجه اسمها يمنع، مفيش في الطب حاجه اسمها كده. قلت لك مفيش ابيض واسود، فاهمين؟ طيب صلى بينا على النبي. النقطه اللي بعد كده، احنا كده خدنا الحلو وعملناه يوز، احنا خدنا الحلو وعملناه يوز، سامعين ورا؟ هو ده الحلو وعملناه يوز. هناخد بقى الوحش ونعمله سايد افكت، وركز معايا. بص يا حبيبي، يعني نشوف ايه الوحش اللي الادرينالين يعمله. بص بقى دكاتره، اسمعوا يا دكاتره ورا، وعزه جلال الله ما هناخد الحصه الجايه كده، ده وعد يعني. من جينا لنا كده هنمشي، هنروح اي رخم اي ده هندي فين، عشان هو حليف ان هو ده يتصلح، وانا داخل مش واخد بالي حتى، مش مدي اخوانا يعني، ده مقفول خالص مش متصلحش. المهم يلا يا دكاتره، يعني من نفسكم جيتوا الحصه الجايه لقيتوا المنظر ده كده، خدوا نفسكم واستنوا بره وانا هقول لكم نروح فين. بص يا دكاتره، في سنتر تاني على المشايه هنا، وبرده في قاعات واسعه. بص على السبوره كده، يبقى احنا اتفقنا دلوقتي. بصوا يا دكاتره، احنا اتفقنا استعمالات الادرينالين. انا عايز اقول لكم دلوقتي حاجه اسمها السايد افكت، ومن السايد افكت بنطلع حاجه اسمها كونترا انديكيشن. وافهم بقى، اسمع يا اسطى، انت هتلاقي مكتوب عندك في الكتاب، بصوا كده هتلاقي فوق مكتوب ادفيرس افكت، وتحتها في كونترا انديكيشن. ادفيرس ليها سايد افكت، يعني ادفيرس افكت او سايد افكت. دكاتره اسمع ورا، سايد افكت يعني الاعراض الجانبيه، كونترا انديكيشن يعني موانع الاستعمال. اه يعني ايه يعني؟ على فكره دي تحشيش. يعني ايه تحشيش؟ انت من السايد افكت بتطلع كونترا انديكيشن. يعني ايه برضو؟ اسمع ورا ورا، لما اقول لك دواء بيعلي السكر، لا مثال، اما اقول لك دواء بيعلي السكر، يبقى السايد افكت بتاعه انه بيعلي السكر، يبقى ممنوع يستعمل في اللي عندهم سكر، فاهمين اللعبه؟ لما اقول لك الدواء الفلاني بيعلي الضغط، يبقى السايد افكت انه بيعلي الضغط، يبقى الكونترا انديكيشن ما يتاخدش في مرضى الضغط، فاهمين اللعبه؟ تاخده حطه اهو، تحشيش يعني معاه. هنشوف دلوقتي، يعني مثلا تعال نشوف ايه السايد افكت بتاعت الادرينالين. احنا قلنا الحصه اللي فاتت ورا، احنا قلنا ان الادرينالين لما يتاخد لارج دوز يعمل ايه في الضغط؟ يعليه، بس انت قلت مش قوي. يعني مثلا انا كنت 120 80 هبقى 150 90 140 90، حاجه مش خطيره يعني. ايوه هي مش خطيره. عارف هي خطيره في مين؟ في اللي ضغطه عالي اصلا. هي خطيره في اللي ضغطه عالي اصلا، يعني واحد مثلا ضغطه اصلا على طول 180 100 190 110 اصلا عنده uncontrolled hypertension اساسا. ليه انتوا فاهمين حاجه؟ حلو. طبعا ده لو اخد ادرينالين هتلاقي ال 190 100 بقت 230 على 130، ولما الضغط يعلى قوي ممكن شعيرات المخ ايه؟ تفرقع، بالذات في اخواننا العواجيز السنايب اللي بقى عندهم الشعيرات ضعيفه، واخواننا الخمرجيه اللي هي دي اكتر حالتين بيكون عندهم السريبرال كابيلاريز ضعيفه، السنايل والالكحوليكس. الكحوليكس هم الخمرجيه والسنايب، دول بيبقى عندهم الايه؟ الشعيرات الدمويه ضعيفه جدا، فلو الضغط عالي فجاه هيركب المراجيح على طول، اب وتلاقي نزيف في المخ، ويبدا يركب بقى المراجيح كونفالجنز وبتاع. ما انا قلت لكم اركبوا المراجيح الكونفالجنز، ما هو بيعمل ايه؟ راكب مرجيح اهو. انتوا معايا ولا ايه؟ صلي بينا على النبي. بص يا حبيبي، منجز الكلام ان الاخ ده ممكن يعلي الضغط هايبرتنشن، ولما الضغط يعلى قوي ممكن يعمل سريبرال هيموريدج. يبقى الباشمهندس بيعلي الضغط وقد يؤدي الى سريبرال هيموريدج، اللي الكتاب كاتبها لك اول واحد سريبرال هيموريدج، وكاتب لك هو جنبها بسبب اليفيشن اوف بلاد بريشر. هتقول لي بس اتقل تتكيف، اتقل تاخد حاجه نظيفه، يبقى ممنوع في اللي عندهم اصلا. ردوا بقى ورا دكاتره بقى، ممنوع في مين؟ في اللي عندهم هايبرتنشن. طب ليه ممنوع في الهايبرتنشن؟ عشان ما يحصلش سيريبرال هيموريدج. ما هو ممنوع في الهايبرتنشن عشان ما يحصلش سيريبرال هيموريدج. انتوا فاهمين حاجه؟ طيب احنا قلنا الادرينالين بيعمل ايه في القلب؟ قلنا كرباج القلب، كرباج القلب يعني يعمل تاكيكارديا واريزميا، فاكرين؟ يبقى السايد افكت انه ممكن يعمل تاكيكارديا واريزميا.
صح ولا ايه؟ هتقول لي يبقى ممنوع في اللي عندهم اريزميا او هارت ديزيز، بما انه ذات نفسه بيخلي القلب يشتغل بزياده وبيعمل بلاوي سودا، يبقى ممنوع في اللي عندهم اصلا اريزميا وهارت ديزيز. وكان صعب انتوا معايا ورا؟ طبعا كل ده شغل بيتا واحد، فاهمين الكلام؟ طب خد كمان الناس اللي ما كانتش حضرت معانا اول حصه، انا قلت هعيد الساعه اللي هو اللي هتبدا بيها هعيد فيها كلمتين، اللي حضر بس معايا، اللي ما حضرش يركن بقى. فاكرين لما قلت لكم حاجه اسمها الانجينا الزبحه؟ قلت لكم الانجينا ده، بصوا يا دكاتره، قلت لكم الانجينا ده الكوروناري ارتري، بصوا الكوروناري ارتري ده اللي بيغذي القلب، الكوروناري ارتري ده اللي بيغذي القلب، انا بتكلم عن الانجينا الزبحه. قلت لك الناس دي عشان عندهم دهون زياده وعشان ضغطهم عالي وكذا حاجه بيترسب عندهم الدهون في الوول، بصوا اهي الدهون بتترسب في الوول بتاع الكوروناري. اصحى يا دكتور، ولما الدهون تترسب في الوول بتاع الكوروناري، الكوروناري يبقى ضيق، ولما الكوروناري يبقى ضيق الدم اللي ماشي فيه يبقى قليل. خد بالك ده الدم اللي بيغذي القلب، ما الكوروناري ده اللي بيغذي القلب، اسمعني. ولما الدم اللي يغذي القلب يبقى قليل ده اسمه انجينا. يبقى الذبحه عباره عن ايه؟ ان الكوروناري بقى ضيق. بص لي هنا، انجينا يعني الكوروناري بقى ضيق. طب اسالك سؤال ساذج، الدم القليل ده قلنا بيكفي العيان طول ما العيان مرتاح، بيكفي العيان طول ما العيان مرتاح وانت قاعد كده في الحصه مرتاح، فالدم القليل كفايه على قلبك. المشكله بتحصل لما القلب ايه؟ لما القلب يشتغل بزياده مع المجهود وكده، اسمع ورا، لما القلب يشتغل بزياده بيحتاج دم اكتر، فالمشكله في باب، المشكله بتبقى وجع في الصدر، يسمع في الكتف، الحاجات دي. طب الافلام قلت لكم، انتوا معايا ولا ايه؟ هتقول لي استنى، اسمع بقى، يعني مريض الانجينا، اسمعني في الجمله دي كويس، يعني مريض الانجينا بيفضل طبيعي لحد ما قلبه يشتغل بزياده. طب بقول لك ايه، لو جبت مريض انجينا واديت له دواء بيشغل القلب، ركزوا معايا، ابوس ايديكم، انا بقول لك لو جبت مريض انجينا وقمت حقنه بدواء بيشغل القلب، ايه اللي يحصل؟ يدخل في اتاك. لو جبت مريض انجينا طبيعي قاعد كده طبيعي، مريض انجينا قاعد حلو كده وقمت جاي حقنه بدواء يشغل القلب، مش القلب يشتغل بزياده؟ كانه جري بالظبط، كانه جري، فاهمين حاجه؟ يروح داخل في اتاك. انا بقول كلام محدد، انت لا، مفيش دواء يعمل انجينا، مفيش حاجه اسمها دواء بيعمل انجينا، انت اصلا عندك انجينا، انت عندك المرض، انما الدواء دخلك في اتاك، فاهمين حاجه؟ يا ابن الانجينا جايه من الطفح اللي كنت بتصحه ومن الدهون ومن السجاير، انت عندك انجينا، انما الدواء دخلك في اتاك، الدواء اظهر المرض، انتوا فاهمين حاجه؟ يبقى اذا بص كده، العيان اللي عنده انجينا يا دكتور، العيان اللي عنده اصلا انجينا لو خد ادرينالين هيقوم الادرينالين مشغل القلب، يروح حاصل له انجينا البين. هو ما قالكش بيجيب انجينا، لان مفيش دواء بيجيب انجينا، هو قال لك هيعمل لك انجينا البين، اكتب بين قوسين كده يعني اتاك. ولو انت من هواه الطب اكتب انسسبتابل بيشنت، فاهمين معنى الجمله؟ هو يعمل انجينا البين انسسبتابل بيشنت، اهي انسسبتابل بيشنت، ايه؟ اه اللي عنده انجينا اصلا، سسبتابل بيشنت يعني المريض المعرض، المريض اللي عنده انجينا اصلا. حد مش فاهمني؟ دكاتره هو عنده انجينا والادرينالين شغل القلب بزياده، قام مدخله في اتاك، بس هو عنده انجينا اساسا. يعني لو ما كانش خد ادرينالين بس جري جري كان هيحصل له اتاك برضه. فاهمين الكلام؟ هتقول لي استنى استنى، يبقى كده ممنوع ادي الادرينالين في اللي عندهم اصلا انجينا. ممنوع ادي ادرينالين في اللي عندهم اصلا انجينا. انتوا فاهميني بقوله؟ فاهميني؟ هتلاقي مكتوب عندك كمان في الكونترا انديكيشن، شايفين هوكم في الكونترا انديكيشن تحت، هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي، اللي هي كاردياك اوت فلو اوبستراكشن. شايفين كلمه كاردياك اوت فلو اوبستراكشن؟ انا اول مره اقولها وهتيجي اربع خمس مرات في المنهج وهبقى قلتها، ركز الله يبارك لك. في الكونترا انديكيشن مكتوب عندك كاردياك اوتلت اوبستراكشن، اسمع يا ابني اختصار عالمي، ولا اختصار عالمي، هكلمكم عن حاجه اسمها الهوكم اتش او سي ام، يمكن تكونوا خدتوها في الامبريولوجي، اختصار هايبرتروفيك، اكتبه في جنب كده واقسم لنفسك عشان نرسمها، اكتب في جنب كده الهوكم هايبرتروفيك اوبستراكتيف، اكتب وهشرح بس اكتب الاول هايبرتروفيك اوبستراكتيف، تعرفوا تكتبوا اوبستراكتيف ولا اكتبها لكم؟ طيب هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي، هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي،
واكتب جنبها بين قوسين عشان هتلاقي الكتاب مره يكتبها كده ومره يكتبها كده. بص اي اتش اس اس هي هي. الاختصار الثاني اي اتش اس اس واختصار عالمي برضه. اختصار عالمي اي اتش اس اس. اختصار ايه دي بقى يا اسطى؟ اكتب ايديوباثيك. انتوا عارفين ايديوباثيك يعني مش عارفين ايه السبب، خلقه ربنا. ايديوباثيك. هايبرتروفيك. هايبرتروفيك هو انتوا بتعرفوا تكتبوا هايبرتروفي ولا ما بتعرفوش؟ تضخم. اه ما بيقولوش اصلا. هايبرتروفيك ايه؟ هايبرتروفيك. ما كتبتوها ازاي في الجمله الاولانيه؟ انا لسه قايل هايبرتروفيك اوبستراكتيف. هايبرتروفيك. هايبرتروفيك ما علينا. ايديوباثيك هايبرتروفيك سب اورتيك. سب اورتيك استينوزس. عارفين يعني استينوزس؟ يعني حاجه ضيقه. استينوزس يعني حاجه ضيقه اهي. استينوزس. الله الله. استينوزس ايه يعني؟ ايه بقى الترجمه هتنزل ايه يا حبيبي؟ الترجمه نازله ايه؟ بص على السبورت. واحد ربنا خلقه بالمنظر ده. طبعا دكاتره سيبكم للي احنا بنرسمه. اسمع يا ابني انت وهو، انا كل ما اجي ارسم لك القلب ارسمه كروكي. يعني سيبك من الرسمه دي يلا، هو ده مش قلب، ده اي هبل. انما القلب بص يا حبيبي، يعني اما اجي اقول لك الاورطه، هو الاورطه بتطلع زي ما احنا بنقول كده اللي هو الزيبوك ده؟ لا خالص. بص الاورطه اهي برده كروكي، برده الاورطه من هنا. بص ناحيه الانتر فينتريكولار سيستم كده بتطلع من عضله اهي. العضله دي اسمها ايه؟ كان اسمها انفانديبولم. فاكرين انا بتكلم اناتومي يا دكاتره؟ الاورطه بتطلع من جزء في عضله القلب اسمه انفانديبولم. انتوا سامعين ورا؟ ركز عشان الكلام ما يبقاش صعب وديني من عيد حاجه. ناموا براحتكم. انا بقول لك جزء من عضله القلب اسمه انفانديبولم، تمام؟ اهي جزء من العضله اهو، ده اللي بيطلع منها الاورطه. ده الطبيعي. اسمعني بقى، بعض الناس اسمع، بعض الناس ربنا بيخلقها العضله دي عامله كده اهو. بص المنظر شايفين؟ بعض الناس ربنا بيخلقها العضله متضخمه جدا. طبعا العضله متضخمه يعني مضيقه فتحه الاورطه. العضله متضخمه يعني مضيقه فتحه الاورطه. عشان كده انت فهمت الاسم. يسموها ايه؟ بص على السبورت، يسموها هايبرتروفيك. هايبرتروفيك يعني العضله متضخمه. اوبستراكتيف يعني الهايبرتروفي عمل اوبستراكشن، عمل اوبستراكشن. كارديو مايوباس. هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباس يعني عيب في القلب. معايا ولا ايه؟ انتوا معايا ورا؟ طب ركز وافهم بقى، ركز وافهم. بقول لك ايه؟ بص على القلب ده كده. الجماعه اللي ورا شايفين لنا رسمه ده؟ شايفين منظر القلب عامل ازاي؟ والعضله متضخمه ازاي؟ اللي متضايق من الزحمه ما يجيش معاه الساعه 1. انتوا اللي بتيجوا تتكوموا في الميعاد ده مش فاهم ليه يعني. اللي متضايق من الزحمه ما يجيش الساعه 1 بصراحه. بصوا يا دكاتره، انا بقول لك دلوقتي العضله دي عامله بالمنظر ده كده. طبعا كل ما يجي القلب يعمل كونتراكشن، كل ما يجي القلب يعمل كونتراكشن ايه اللي بيحصل؟ بص عليا، مش القلب بيكونتراكت كده؟ صح؟ العضله بتضم على بعضها. يعني كل ما القلب يعمل كونتراكشن تلاقي العضله بتقرب من بعضها. فمع كل كونتراكشن الاوبستراكشن يزيد. انتوا فاهمين حاجه؟ كل ما يجي القلب يعمل كونتراكشن يقوم العضلتين دول اهم متضخمين اهم يضموا على بعض كده. هتقول لي اذا علشان اقلل الاوبستراكشن انا عايز القلب يكونتراكت على الهادي. يعني انا عايز اقلل الكونتراكتيليتي مش ازودها. انت لو قللت الكونتراكتيليتي هيفضل الاورطه مفتوح سندر. فاهمين حاجه؟ عايز اقول لك دي الحاله الوحيده من الحالات اللي القلب فيها متنيل اللي بعالجها بدواء ينقص الكونتراكتيليتي مش يزود الكونتراكتيليتي. دي الحاله الوحيده من الحالات. طبعا يا دكاتره صحيح، هو لما الاورطه يبقى مقفول كده الكاردك اوتبوت يبقى ايه؟ يبقى قليل. ولما الكاردك اوتبوت يبقى قليل طب ما احنا بنسمي ده هارت فيلير. لو قلنا كلمه هارت فيلير يعني القلب فاشل ما بيطلعش دم كفايه. هتقول لي بس دلوقتي القلب مش فاشل، ده العضله اللي مقفوله. مالناش دعوه، ما يعيطش. ما دام كاردك او بوت مش طالع كفايه نسمي ده هارت فيلير، ماليش دعوه بقى ايه السبب. هتقول لي استنى، اي هارت فيلير في الطب نعالجه بايه؟ اي هارت فيلير في الطب نعالجه بحاجه تقوي تقوي القلب. ما عدا ده اهو، ما عدا ده اهو. بيسالوها في الاورال كتير، يعني اكتب في جنب كده يقول لك ذا اونلي كوز، ذا اونلي كوز في جنب في الصفحه الفاضيه، ذا اونلي كوز اوف هارت فيلير، ذا اونلي كوز اوف هارت فيلير. السبب الوحيد من اسباب الهارت فيلير، يعني الحاله الوحيده اللي الكاردك اوتبوت فيها قليل. ذا اونلي كوز اوف هارت فيلير ذا ويتش از تريتد
which is treated by negative inotropic. انتوا عارفين يعني ايه negative inotropic؟ يعني ايه؟ يعني حاجة بتنقص contraction. بقولنا inotropic يعني contraction. يبقى the only cause اللي treated بnegative inotropic is hookam. هو الهوكم ده الوحيد اللي كده لما تيجي تعالجه اديله حاجة تقلل الكونتراكشن. طبعا ده لحد ما يعمل قلب مفتوح، قلب مفتوح ويشيل العضلة المتضخمة دي، وده علاجه جراحة. بس على ما يعمل الجراحة بقى، انتوا معايا ورا؟ عارف بيتعالج بايه؟ اكتب من دلوقت. هو احنا قلنا بيتا ريسبتور بتعمل ايه في الكونتراكشن؟ ما ترد ورا بقى، بتزود. يبقى ادي بيتا بلوكر، اكتب رقم واحد بيتا بلوكر. مش احنا قلنا علاجه بحاجات تنقص الكونتراكشن؟ اكتب رقم واحد بيتا بلوكر. هناخدها كمان حصتين من اهم ادويه المنهج. بيتا بلوكر زي الكونكور بتاع الضغط، عارفينه؟ ما الكونكور بتاع الضغط بيتاخد في علاج دي، ما هو بيتا بلوكر. رقم اثنين كالسيوم تشانل بلوكر. كالسيوم تشانل بلوكر عيله هناخدها بس من غير ما اشرح. الكالسيوم بيعمل كونتراكشن، يبقى الكالسيوم بلوكر يقلل الكونتراكشن، يبقى كالسيوم تشانل بلوكر. تمام؟ ده علاج الهوكم، ده علاج الهوكم. طب ايه اللي جاب الهوكم في الموضوع؟ ايه اللي جاب سيرته النهارده يعني؟ دكتوره ورا، هو الادرينالين بيعمل ايه في الكونتراكتيليتي؟ بيزودها. يبقى لو حد عنده هوكم، لو حد عنده هوكم وخد ادرينالين، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ الاوبستراكشن هيزيد، القلب مش هيطلع حاجه اصلا. عشان كده مكتوب عندك ممنوع في اللي عندهم هوكم، اللي هو المكتوب لك كاردياك اوتلت اوبستراكشن. طبعا هو ده عباره عن كاردياك اوتلت اوبستراكشن، مخرج القلب مسدود، انما المرض اسمه هوكم. انتوا معايا؟ فاهمين الكلام؟ هتلاقي عندك اخر حاجه السيروتوكسيكوزس، هناخدها في اول حصه اللي جايه مع النور ادرينالين، عشان هي مشتركه هنا وهنا. قوموا اتكلوا على الله. كلنا دكاتره وحياه ابوك اسمه بقى دكاتره، ما ينفعش المنظر ده في ميعاده الثاني فاضي.